بتخافي من ايه بس يا رضا؟ ده احنا بنعمل الحاجه اللي هندخل بيها المسابقه النهارده. احنا بنعمل من الصبح ولسه ما خلصناش، ومش هنخلص اصلا كده، واصلا شكل وحش. عارفه يا رضا هو ليه مش عاجبك؟ عشان احنا لسه ما خلصناش ولا هنخلصها اصلا. كل ده بتعملي يا زقري ده، ما انت لازم تتعودي تكملي الحاجه لحد الاخر عشان تشوفي شكلها وتعرفي تحكمي عليها الاول. اكمل ايه؟ مش لما بقى اصلا عارفه ايه اللي بيتعمل. طب اقول لك بنعمل ايه. بنعمل فول كنوح. تصدقي منطقي فعلا، احنا اخدنا وقت اطول من الوقت اللي نوح اخده عشان يبني الفول. طب انت اصلا عارفه قصه نوح يا زقري ده؟ اه. طب ما تحكيها لي. نوح ربنا كلمه وقال له انه في طوفان هيجي على الارض وهيموت كل الانسانات وكل الحيوانات. انسانات؟ طب كملي القصه يا زقري ده. نوح بقى سمع كلام الله وقعد وقت طويل جدا جدا يبني في الفلك زي ما احنا كده قاعدين بقالنا كتير قوي بنعمل فيه. المهم ان لما جه الطوفان دخل هو وعيلته الفلك ومحدش فيهم غرق ولا حصل له اي حاجه. طب تفتكري لو كان زهق زي كده يا زقري ده كان ايه اللي حصل؟ نوح كان مضطر يعمل كده عشان يعيش، انما احنا بقى في مسابقه فيعني هيجرى ايه لو ما دخلناش؟ يعني هنخسر درجات كتير قوي يا زقري ده. ممكن نكمل؟ لا بجد انا زهقت مش قادره اكمل، انا هنسحب المره دي. يعني هننسحب من المسابقة وكده ولا هناخد درجات ولا هناخد الكاس؟ البتاع ده شكله أصلا مش هيخلص ومش هنلحق ندخل بيه المسابقة، فريحي نفسك ويلا ننسحب. تصدقي معاكي حق يا زقري ده، احنا لسه هنستناه ينشف وبعدين هنزينه، مش هنلحق. تصدقي أنا كمان هنسحب. شفتي بقى؟ اه لا بصراحة زهقنا قوي. طب والمسابقة؟ طب والكيس؟ بس احنا بجد زهقنا قوي. والكب كيك؟ طيب خلاص بقى هننسحب.